هنا بنفس الشروط وبنفس القوانين اللي حطها الدكتور علي السلمي، فمعنى كده احنا حزب النور والكتلة السياسية كلها الرافضة لطريقة وضع وثيقة إلزامية بدون الرجوع للشعب المصري. فإحنا هننزل كل يعني محافظة هتنزل في ميدان المحافظة للتعبير عن الرفض التام لمثل هذه الوثائق ومثل هذه الطرق في إدارة البلاد. فكل المحافظات يعني أنتوا أصدرتوا بيان أيضا مش كده؟ نعم أصدرتوا بيان النهاردة. والله أصدرنا بيان ونتمنى أن تعالج المشكلة بالحوار وليس بطريقة الفرض الفوقي. وإحنا يعني بنتبنى الحوار من أول ثورة 25 يناير وتواجدنا السياسي. بنقول لأ مش عايزين اعتصامات، لأ مش عايزين نوقف حركة العمل في الشارع المصري، لأ الاعتداء على حقوق. طب لو نزلتوا الجمعة يا دكتور هتستكملوا اعتصام برضو؟ لا يا دكتورة احنا رافضين الاعتصام تماما. عايزين الشارع المصري يشتغل وما يحسش ان احنا اصبحنا عبء على الحياة الاقتصادية. 60% من الشعب المصري بيتعايش بشكل يومي تقريبا. الناس مش ناقصه بصراحه، والاسر المصريه يعني مش عايزينها تزهق. هل اعتراضكم على وثيقه الدكتور السلمي لنفس المبادئ فوق الدستوريه التي رفضتوها من قبل، ام انكم تعترضون على بنود معينه مثل البند رقم 9 و5؟ دكتوره هلا خليني انا اوضح نقطه معينه صغيره انا عايز اقولها. احنا لما عملنا الاستفتاء كنا بنتناقش في قضية محورية، الدستور أولا ولا مجلس الشعب أولا؟ ما خلاص بقى مجلس الشعب مش كده؟ طب مش ملاحظة أن وثيقة الدكتور علي السلمي هترجعنا للدستور أولا؟ لأن هو أصلا دلوقتي عايز يجيب 80% غير منتخبين يحطهم و20% منتخبين. طب إيه رأيك لو نشيل ال20% منتخبين ونخليها 80% بس هم يحطوا لنا دستور دلوقتي قبل مجلس الشعب ما ينعقد ونبقى خلصنا؟ طيب الاساتذه ليهم مداخلات معاك يا دكتور يوسري، اتفضل. دكتور عمرو، استاذه كريمه، استاذ ابراهيم. مساء. طيب السكه اتقطعت. طب حضرتك اتفضل، هو اكيد هيسمع. طيب اطلبوه تاني، اطلبوا الدكتور يوسري تاني. ايوه يعني تحياتي للدكتور يوسري. انا هقول موقفي بصراحه يا دكتوره هاله. انا فعلا مش ممكن اوصف اجراء يطلع وثيقه بمبادئ اساسيه للدستور يطلعها إعلان دستوري دون استفتاء للمواطنين. مش ممكن أوصف إجراء ده بأنه هو ديمقراطي. الإجراء ده غير ديمقراطي. أنا ممكن أطلع مرسوم بقانون للانتخابات من غير ما استفتي المواطنين، ممكن أطلع مرسوم بقانون ينظم الحياة الحزبية من غير ما استفتي المواطنين، لكن أطلع مبادئ أساسية للدستور وديها صفة الإلزام القانوني من خلال إعلان دستوري من غير ما استفتي المواطنين، لا ده إجراء غير ديمقراطي على الإطلاق. مش ممكن أوصفه غير بكده. حاجة تانية، ودي مشكلتي الأولى الجوهرية مع الوثيقة. المشكلة التانية طبعا لما حضرتك تقري الوثيقة بعض المبادئ، معظم المبادئ جيدة، حقوق وحريات عامة وحقوق إنسان وهوية مصر من قبل، والمادة الثانية مبادئ الشريعة والإضافة. الجماعة الكلام ده كله موجود في وثيقة الأزهر بالضبط، وموجود في الدستور، وموجود في الدستور، موجود في الإعلان الدستوري. يعني بعض المبادئ وصياغات جيدة. مشكلتي في المتن هي طبعا مع بعض المواد، لأن أنا مؤمن تماما أن الدولة المدنية التي نبحث عنها هي مضاد الدولة الدينية ومضاد أيضا الدولة العسكرية. والدولة المدنية هي دولة بتخضع بها السلطات والمؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة، لأن حضرتك اللي بتنتخب المدني وأنا بنتخب المدني، بنتخب البرلمان ورئيس المنتخب. ومن غير المقبول أن احنا نقول أن الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة تدرك بند واحد فقط. ومش معنى اللي أنا أقول أنها تناقش في البرلمان أنها تناقش بعلنية. دكتورة هذا كل البرلمانات في الأعراف الديمقراطية عندها كان نقاش سري. النقاش العام غير منضبط في مصر. احنا عندنا لجنه امن قومي تناقش الامور بسريه كامله، وبيلتزم اعضائها بان هم ما فيش حاجه تطلع بره، وبيحضر ممثل للقوات المسلحه وممثل للرئيس. لكن انا اعمل دوله فوق الدوله او دوله داخل الدوله او مؤسس المبدا رقابه الهيئات المدنيه المنتخبه على المؤسسات العسكريه والامنيه زي اي مؤسسه ثانيه، ده ما ينفعش. تشكيل الجمعية التأسيسية المعايير المقترحة 20% للبرلمان المنتخب و 80% من خارج البرلمان، أنا أعتقد فعلا أن لابد من إعادة النظر فيها. ومن أنا بعمل انتخابات ليه إذا كنت أجيب منهم بس 20%؟ يعني أمال صندوق الانتخابات لازمته إيه؟ الحاجة الأخرى برضو في المتن اللي هي المواد المتعلقة بأن لو الجمعية التأسيسية ما عرفتش تعمل شغلها في الأجال الزمنية المحددة اللي هي 6 أشهر لتشكيلها و6 أشهر تحط الدستور، أن يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هو ده يعني
بالظبط ان هو يقول لها طب خلاص واحنا هنعين لجنه. فده كل المتن ده حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه في اعتراضي هي التوقيت. يا دكتوره هاله احنا بنعيد صناعه الجو اللي كان موجود في مصر بالظبط قبل الاستفتاء، بنخش في متاهات زي قبل الاستفتاء بالظبط، وبنعمل استقطاب في الحياه السياسيه المصريه وقائمه كذا وقائمه كذا، وده مش هيكسب حد ولا هيفيد البلد. فالثلاث حاجات دول انا معترض، بس انا مش مع النزول. رأيي ان احنا مش محتاجين ننزل. انت ضد المليونيه؟ انا يعني بصوره من الصور انا بتمنى مش ضد، انا بتمنى ان المداولات انا مش ضد المليونيه، انا مش ضد المليونيه دكتوره هلا، انا بس بتمنى ان المداولات السياسيه زي ما كان الدكتور يوسف يعني دلوقتي حصل تغيير شديد، ان القوى الثوريه اللي كانت اساسا بتحث وبتقول لازم ننزل والتحرير هي الوسيله الوحيده اللي في ايدنا. انا سامعه دلوقتي بس مش ضد، مره ثانيه مش ضد المليونيه، لكن انا بتمنى ان الوثيقه ديت يعلن عن انها وثيقه استرشاديه، انها لن تخرج في شكل اعلان دستوري، وان بكده نكون تجاوزنا ازمه ممكن نصنعها في مصر قبل الانتخابات. والعمليه الانتخابيه مره ثانيه مفتاح الحركه والخروج من نفق المرحله الانتقاليه اللي بقى مظلم وما احناش عارفين نتحرك فيه لقدام. فانا يعني عايز وانا بس هضيف اضافه مهمه جدا في المساله دي. طبعا هي الوثيقه دي لازم تعتبر استرشاديه سواء اتوافق عليها او ما اتوافقش. ليه؟ لان حتى البرلمان القادم لو كان لنا عمر او كان هيبقى موجود البرلمان القادم ممكن يعمل فيها اللي هو عاوزه زي ما هو يعني يغيرها يبدلها الى اخر هذا الكلام. انا مع كلام الدكتور كل اللي قاله كده، لكن في حاجه مهمه جدا وهي ان احنا ماشيين في طريق عكسي مش في طريق دغري، لان كان مفروض يتعمل الدستور اولا. خلاص بس النبي ما تقولناش الكلام ده، لا نبكي على اللبن المسكوب. خلاص هي احنا دلوقتي داخلين يعني على الانتخابات، انا عايز ابقى اقول حاجه مهمه مش هنقعد نقول الدستور هو رايه هل ده صح ولا صحيح. كان اي عماره او اي مبنى بيتبني بالشكل الصحيح لازم يترمي ليه الاساسيات الصح، ويتم حمله على اعمده خرسانيه اللي هي ايه؟ الدستور ومواده، علشان تبقى في حياه سياسيه ويبقى في ديمقراطيه ويبقى في دوله يحكمها هذا الدستور. والدستور بيتعمل ازاي؟ ان يكون في جمعيه تاسيسيه ينتخبها الشعب وهي اللي ايه؟ اللي تعمل الدستور. لكن مع